أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. قال البنك الدولي إن العراق يقف عند مفترق طرق، وإن الإصلاحات الاقتصادية الحكومية محدودة ولا تلبي متطلبات حل الأزمة في البلاد. وأضاف البنك الدولي إن تجربة العراق أظهرت مرارا وتكرارا أن أسعار النفط والإصلاحات مرتبطة بشكل عكسي، حيث أطلقت الحكومات المتعاقبة إصلاحات تحت ضغط انخفاض أسعار النفط وسط استمرار تصاعد مؤشرات الفساد وتردي مستوى الخدمات العامة، ما أدى إلى نشوء توترات اجتماعية وسياسية فاقمت أزمات البلاد ومعاناة الشعب. أعلن سوق العراق للأوراق المالية تداول أسهم 30 شركة بقيمة مالية بلغت أكثر من 943 مليون دينار. وقال السوق إن عدد الشركات المتداولة أسهمها بلغ 30 شركة، فيما لم تتداول أسهم 52 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق. وتابع إن الشركات الأكثر ربحية كانت مصرف آشور، يليه فندق فلسطين، فيما كانت أكثر الشركات خسارة هي مصرف الاستثمار، يليه الكندي لإنتاج اللقاحات. أعلن اتحاد المتوسطي لمصدري الفاكهة والخضروات الطازجة التركية إن العراق جاء في المرتبة الثالثة كأكبر مستورد للفواكه والخضر من تركيا خلال شهر نيسان الماضي. وقال رئيس الاتحاد نجدة سين إن الصادرات التركية من الفواكه والخضروات الطازجة بلغت 201 مليون دولار في شهر نيسان، بزيادة قدرها 70% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وبيّن أن روسيا جاءت بالمرتبة الأولى كأكبر مستورد للفواكه والخضر التركية، وحلت رومانيا في المرتبة الثانية، يليها العراق ثالثا بزيادة بلغت 81% وبقيمة 14.3 مليون دولار. وأشار سين إلى أن تركيا حققت زيادة بخمس مرات في الصادرات إلى أسواق الهند وليبيا وسوريا وكوسوفو وروسيا البيضاء. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن صادرات النفط العراقية لأمريكا انخفضت لتصل إلى 184 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5,197 ألف برميل يومياً، منخفضة بمقدار 640 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه. وأضافت أن أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 184 ألف برميل يومياً، في حين استوردت 199 ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه. ختمت أسعار النفط الأسبوع بارتفاع بلغ أكثر من 5% مع صعود خام برنت بفضل بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي وتوقعات بانتعاش الطلب العالمي. وارتفع خام برنت 17 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 69.63 دولارا للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا ليغلق على 66.32 دولارا للبرميل. وتوقع محللون انتعاش الطلب العالمي على النفط ليقترب من 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام بفضل موسم الرحلات الصيفية في أوروبا والولايات المتحدة عقب برامج واسعة النطاق للتطعيم ضد فيروس كورونا. ختام الموجز في أمان الله.